طريقة تمليح سمك السلماني. ادي سمكة السلماني، عايزين نعرف نملحها ازاي. اول حاجة هتاخد سمكة فيليه، تاخد منها شريحة طوالي بطول الجسم. خدنا القطع فيليه، خدنا القطعة فيليه بالمنظر ده، نقطعها القطع اللي هنصطاد بيها. القطع اللي هنصطاد بيها انا بالنسبة لي باخدها قطع نص سنتي بطول السمكة تقريبا، وارجع الجزء ده اخده قطع بحيث يبقى الشكل مستطيل، نص سنتي في 2 سنتي ونص في 3 سنتي بالشكل ده. هنكمل السمكة كلها بالشكل ده. طيب جهزنا السمكة بتاعتنا او المجموعة السمك بتاعنا اللي احنا عايزين نملحه. بناخد القطعة اللي احنا جهزناها ديت، عملت لك بقى كيلو، عملت لك 2 كيلو سمكة، سمكتين، زي ما تحب. دول كده سمكة واحدة 200 جرام تقريبا. هنجيب ورق من عندنا، ورق جرايد، ورق من اللي هو بتلف فيه السندوتشات او الاكل، ونفرش عليه الطعم بتاعنا. هنفرده بحيث يبقى كل قطعة بعيد عن التانية، يكون في مسافات بينهم. وهتجيب ملح خشن وترش على السمك. طيب ليه بنعمل كده؟ عشان خاطر ينزل الميه اللي فيه ويحتفظ بريحته ويحتفظ بقوامه، واللحم بتاعه ما يعفنش من الشمس ومن الحراره. هنسيبه في درجه حراره الغرفه العاديه، يستحسن يكون في مكان تهويته عاليه، يعني يكون في مروحه، يكون في اي تيار هواء، بحيث يجفف المية اللي جوه السمكة نفسها جوه اللحم من غير ما تخرب السمكة. يعني ما ينفعش تحطه في الشمس مثلا، الشمس هتبوظهولك. انت محتاج تحطه في مكان في الغرفة عادي في الأوضة بتاعتك، وتكون مشغل عليه مروحة أو فاتح الشباك شوية لو الهواء كويس، وتسيبه بقى كام ساعة كده لحد ما اللحم بتاعه ينشف منه المية، وتصطاد بيه وتحطه في علبة وتجهزه معاك، وتصطاد بيه في أي وقت بيغيب معاك فترة كبيرة جدا، مفيش أي مشكلة. عايز تحطه على رف التلاجة بعد كده في العلبة بتاعته ماشي، عايز تخليه برا مفيش أي مشكلة. بالتوفيق، شكرا ليكم على المتابعة، السلام عليكم. كان معاكم أحمد شلتوت، قناة فيشنج أند هانتنج، تعلم فنون الصيد.